أهلين. في بعض المتابعين سألوني أن هل الكيبورد الـ A5000 فيه إيقاعات غربية؟ وطبعاً أنا وضحت لهم في الرد، هم كانوا يكتبون إيقاعات عربية، فأنا قلت لهم كيف أنا حاط كل الإيقاعات العربية، يعني أكيد كيبورد عربي كله عربي، بس اكتشفت عقب أنهم هم كانوا حاطين بدال حرف الغين حاطين عين. المهم كتب لي واحد منهم توضيح دانس وما دانس والروك وهالامور. نعم موجود عندك ثلاث باقات، باقة الوسترن وباقة الدانس وباقة الورد. الوسترن حاطين فيها كل الاشياء اللي هي الايت بلد والاشياء اللي هي الصلصة ما صلصة السامبا وهاي الامور. انزين نبدأ الحين بالوسترن، فيها طبعا شو فيها الروك رول وفيها الجيتارات والامور هاي كلها والبوب انزين والنايتين والجاز، وحاطين فيها البيانو بلد اللي هي السلو، يعني كل الاشياء هاي 16 بلد السلو روك البلد الاوكسترا الجاز كله محطوط. عندك 9 بيجات وكل بيج فيه 10 ايقاعات. انزين باخذ بعض الاشياء، نبدا بال 16 بلد مثلا. نشوف 16 بلد هذا نشوف شيء ثاني روك رول، ولا نشوف البيانو بالاد مثلا. نشوف البيانو بالاد سألت عن الهارد روك، عن الروك في انواع وايد روك، الفانكي روك الاشياء كلها موجوده. نسمع الروك الهارد روك هذا. نسمع السامبا دي جي ما دي جي طبعا موجود اللي هي الاشياء الديسكو ما ديسكو هاي الفانكي ديسكو مثلا. نسمع الفانكي ديسكو
في عندك الديسكو 17 ديسكو، في عندك ال 19 ديسكو. نسمع 19 ديسكو. ديسكو، سمعنا البلد البيانو البلد، سمعنا الروك الرول، في عندك الكلاب هاوس. نسمع الكلاب هاوس. هذا التكنو ما تكنو، الاشياء هاي كلها موجوده، التكنو ما تكنو كلها موجوده. في ناس سالت بعد عن البوسونوفا، كل شيء موجود، الريجي البوسونوفا. نسمع البوسونوفا، نسمع هذه. هذا الانترو. نسمع السامبا ريجي، نسمع السامبا ريجي.
شيء موجود، البوسنوفا، الدانس، الروك، التكنو، الراب، كله كله. نسمع معاكم الكوجوريا، هذا نسمع الكوجوريا، هذا نوع من انواع الرامبا. اعتقد هاي كله اللي وضحتهم. طبعا في وايد اشياء، المهم الاشياء اللي طلبتوها بالاسم، البوسنوفا، الروك الرول، الدانس، كله موجود فيها. ثلاث بيجات وكل بيج فيه تسع بيجات. زين اعتقد كذي، ان شاء الله يكون وصلت المعلومة لكم.